اجتمع الإطار التنسيقي لمناقشة جلسة انتخاب رئيس البرلمان وفتح باب الترشيح، لكنه فشل في التوصل إلى حل، إلا أن تسريبات للفلوجة تفيد برغبة كبار الشخصيات في الإطار للمضي قدما بدعم سالم العيساوي دون الرجوع إلى فتح باب الترشيح مجددا. أنه أكو جدل، لازم يعدلون القانون ولازم يفتحون باب ترشيح. أنا في غنى عن هذه الخلافات وعن هذه الإشكاليات، المفروض نمضي بالتشريع الموجود والقانون الموجود ولا شخصيات الموجودة ويمضون بالاختيار. في حال عدم تبني المجلس النواب أو المكون السني في حسم جدل موضوع انتخاب رئيس المجلس النواب، أيضا في صدد مقاطعة جلسات مجلس النواب وإنهاء العمل داخل مجلس النواب لحين انتخاب رئيس. وفي ظل التعثر السياسي وعدم التوافق داخل البيوتات السياسية، أصبح تحديد جلسة انتخابية أمرا ملحا، يقول النواب، لضرورة الحفاظ على التوازن بين المكونات السياسية المختلفة لا سيما داخل البيت التشريعي. كل واحد عنده استحقاقه، ورئاسة البرلمان هو استحقاق، يعني إخواننا السنة يعني من حقهم أنه يأخذون استحقاقهم. أما حجة أنه هم ما متفاهمين بيناتهم أو ما متفقين، خلي إحنا نحدد موعد لانتخاب رئيس البرلمان ونشوف الوضع كيف يجري الوضع. أنه الشخص اللي يحصل على عدد أكثر من الأصوات فمبارك عليه، معناه أنه حاصل على ثقة الجميع. وبينما تتصاعد الضغوطات من القوى السنية لحسم الجدل المتفاقم وانتخاب رئيس البرلمان، يتساءل مراقبون إن كانت هذه الضغوطات ستفضي إلى نتيجة تحقق الاستقرار السياسي في البلاد، أم أن الأزمة التي باتت تشل التشريعات التي تمس حياة المواطنين ستدخل نفقا مسدودا. من بغداد، علي عبد الكريم، قناة الفلوجة.